مسرحية زنوكة، هذا البناية المسرح الوطني الجزائري والغلبة الإيطالية يمثلون نوعا من المسرح ويمنعوا وجود أنواع أخرى كثيرة. المسرح عند جروتوفسكي ولا عند آخرين نسيتهم، تخلطت لي بزافهم، ما يقدروش يفوتوا في مسرح كما هذا، يعني ما يقدروش. هذا المسرح يمنع، سمعتني، لما درنا يعني مع الأستاذ عمر فطموش لما خرج عودة الوالي، هو يحب تحطيم الجدار الرابع، إذا دار المسرحية داخل القاعة. بريختو التباعد البريختي. إذا باش الطالب اليوم الناقد المسرحي لازم يعرف الدور تاع العمارة المسرحية. عنده علاقة. إذا هذا الهوس بالبحث عن إشكال التعبير الجمالي يخليني نبحث، وهذا الشيء اللي كنت نديره في اللغة العربية. ونهار اللي اكتشفت الأضداد في اللغة العربية ميزة اللي ما كانش في اللغة الفرنسية. أنا لما أكتب جمعنا لأمر جلالي، وش نقصد؟ لأمر هين ولا لأمر عظيم؟ لأن الكلمة جلال من الأضداد. ومن الناس من يشري نفسه تكسير، من يشري يعني من الأضداد، تكسير نمطية في اللغة. عندنا بحث، نرجع للتراث، للتراث الصوفي لو كان يعني ترجع قبل بدء حتى قصة الجرة العجيبة. تحيل كائن بحثت إلى منطقة الطير لفريد الدين العطار، تروح من مسرحية هجو الأفكار أو من دراما هجو الأفكار، هي اللي هي تراث الملحون، بن قيطون، بن سهلة، عبد القادر الخالدي. أنا أقرأ أنا لهؤلاء وأحس نفسي قريبا جدا منهم. إذا لازم بحث، ولكن نشوف باللي الكاتب لازم عنده يكون عنده زاد ويفرح واش راه يدير، ماشي غير نكتب باش نكتب. الجمع ما بين المسرح والسرد صعب. لا أعرف كثيرا كتاب المسرحيين يكتبون الرواية، والعكس صحيح، يعني لا أعرف روائيين يكتبون أكيد محاولات في العصر الحديث. المسرح شيء كبير، حتى هناك من يقول أن المسرح ليس جنس أدبي. سيد محمد برحان، متى تكتب مسرحية ومتى تقرر كتابة رواية؟ متى؟ سؤال الذي أجيبك بعفوية. هناك زخم يعني إلى درجة أنني ما نسيبش روحي، يعني من بعد المرض، يعني بعد تعافيت شوية يعني فترة النقاهة، كانت عندي ثلاث مشاريع كنت نخدم فيهم في آن واحد، ما بين المسرح وما بين الروايات. أنا نحب نتكلم في مجال المسرح. الرواية والمسرح حاجة واحدة أخرى، والذي يريد أن يكتب في المسرح عليه أن يعرف المسرح، كما كان قال جولدوني: من أراد أن يكتب في المسرح يعني عليك بالحياة والمسرح. الذي لا يعرف المسرح واللي ما يعرفش المدارس والأصل في الأشياء في الكتابة هو المسرح، القواعد في المسرح. الرواية هو جنس خارج عن القواعد، خارج عن القوانين، يسميه أندري جيد، يسميه لولس. والرواية هي سرد ذو طابع أحفوري، ان كاركتير فوسيل، تحبس عكس النص المسرحي، الطابع نتاعو ذو طابع فجوات، ان تكست اترو، يدخل لداخل راح يندمج بواحد الاله، الاله اللي اسمها رولان بارس، الاله السيبرانيه لا ماشي سيبرنيتيك، ويتلاقى مع الضوء والاناره، ويتلاقى مع التعبير الجسماني الى اخره. وهناك مسرح من دون نص. اذا كيف
أمر كبير المصحف. أستاذ محمد برحلة، الحقيقة أعتذر من أساتذتي، الجلسة هي دائما هكذا، الجلسة مع محمد برحلة نتيجة الزخم المعرفي والثقافي والفلسفي تجعله يخوض كل الأجواء، وأنا جربته في لقاء سابق وعرفت أن الأمر صعب، وصعب حوار مع محمد بورحلة نتيجة الخلفية الفكرية والفلسفية الموجودة عند أستاذ محمد بورحلة. شكرا لك على الحضور، وشكرا لك على الفائدة، وأنت الرجل الطيب المتواضع الذي يقدم الفائدة، وكما قال الأستاذة آسيا علي موسى تقول إنه لا يجري وراء الأضواء، يشتغل يقدم أعمالا، والسلام. الإيديولوجيات لا تعني الأفكار المسبقة هذه التي تبني لنفسها ظروفا معينة لناس، لا يجري وراءها. شكرا لأنك محمد برحلة. ربي يحفظك أستاذ. الأستاذ محمد زكاي، الدكتور محمد زكاي، شكرا لك على الحضور، وقد حضرت أشياء في اللغة، كنت تريد أن تعطينا أشياء في اللغة عينة عن إجادة هذا الرجل في اللغة العربية، والأستاذ مخلوف بحوي شكرا لك أيضا على الفائدة. طبعا هناك بعض الشيء كان ينبغي أن نتحدث أكثر عن المسرح. شكرا لك على الحضور، تريد أن تقول كلمة؟ أقول كما قلت، صعب جدا أن تحرر قامة بحجم الأستاذ محمد برحلة، كان شرف لنا أن تعرفنا عليه وعلى إنجازاته الإبداعية. شكرا لكما. بسرعة كلمة أستاذ. أستاذ محمد برحلة أنا عرفته تقريبا سنة 2012 في أول عمل إبداعي قدم لي في الجامعة من أجل أن أقرأه قراءة نقدية، وهناك اكتشفت هذه الشخصية الجميلة جدا من خلال كتابته، والتي يمكن أن تكون نموذجا من نماذج الكتابة المسرحية والكتابة الروائية، وهو لا يبحث عن أضواء، ولكن الأضواء ستأتي إليه، لأن هذه البداية بالنسبة لي دخوله إلى عالم النقد الأكاديمي الجاد. نتمنى له إن شاء الله من الله عز وجل الصحة، وأن يعاود مرة أخرى آمين. المنتج الأدبي. وشكرا لك أستاذ على هذه الدعوة، ونحن سعداء جدا بأن نتحدث عن هذه الشخصية وهذه القامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا، وشكرا لمشاهدي الكرام على المتابعة. نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا أستاذ بورحلة، ربي يطول عمرك في الخير، ربي يحفظك، تحية الجزائر.